قصة الأبرص والأقرع والإيه والأعمى. يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ إنسان أبرص اللي هو اللي عنده مرض في الإيه في الجلد، فبطبيعة الحال لما أي حد هيسأله يعني أفضل يعني شيء تتمناه في الحياة هيقول لك أنا أتمنى أن يكون إيه يعني جلدي حسن ولوني إلى آخره. ففي الفعل قال له يعني الشيء الذي أتمناه لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يعني الناس يستقذروا بسبب الايه بسبب البرص اللي عنده، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه الملك فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. ثم قال له: فأي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل، يعني أنا أحب ليه الإبل. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأعطي ناقة عشراء، أعطي ناقة عشراء. فقال له الملك: بارك الله لك فيها، يعني أنت الجلد الحسن واللون الحسن وأصبع عندك إيه عندك ناقة عشراء ستلد من بعد، وبارك الله لك فيها. وبعدين إن هذا الملك أتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ بطبيعة الحال واحد أقرع فلما يسأل يعني أي شيء أحب إليك فهيقول لك أنا يكون عندي إيه؟ يكون عندي شعر. فبطبيعة الحال قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس اللي هو الصلاة يعني. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، خلاص أصبح رجل وسيم وعنده شعر حسن إلى آخر. ثم قال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. ده واحد إبل والثاني إيه البقر. فأعطي بقرة حاملة، شوف دقة اللغة العربية في الناقة، يعني ناقة عشراء، في البقرة نقول بقرة إيه حامل، فأعطي بقرة حاملة. فقال: بارك الله لك فيها. وبعدين بقي ليه الأعمى، فأتى الملك الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. يبقى الأول إبل والثاني بقر والثالث الغنم. فأعطي شاة والدة، شوف أيضا دقة اللغة، الناقة ناقة عشراء، بقرة حاملا، شاة والدة. فأنتج هذان وولد هذا، أنتج هذان اللي هي الناقة والبقرة يعني، والشاة أيضا ولدت. فكان يعني فترة من الزمن كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. مع مرور الايه مع مرور الوقت أصبح عند هذا واد ممتلئ بالأغنام بالإبل، والآخر واد ممتلئ بالأبقار، والثالث واد ممتلئ بالايه بالغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، بعدين بقى بعد ما مرت فترة زمنية أتى الملك الأبرص في صورة في صورته، يعني في صورة الأبرص قبل أن إيه أن ينعم الله عز وجل عليه بذهاب البرص من عندي، وهيئته حينما كان إيه مسكين، وحينما كان فقير لا يجد شيئا. فقال له الملك: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يقول له رجل مسكين، ده الملك يخاطبه يعني، رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. يعني بيقول له: أسألك بالله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك هذا المال بعيرا، يعني عايز بعير واحد فقط، يعني أنت لم يكن عندك أي شيء وأصبح عندك واد من الإيه من الإبل، أنا فقط يعني أسألك بعيرا واحدا أتبلغ به في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة. حقوق يعني ده أنا عندي مصاريف ونفقات يا عمي،
بعير ايه ده، انا عندي سبيزه وايجار وكذا وكذا، تقول لي مسجد. لا نفس يعني، هي القصه سبحان الله بتمثل النفس الانسانيه. النفس الانسانيه واحده يعني، سواء كان قبل البعثه النبويه ولا بعد. نعم في تغيرات في نمط الشخصيه، لكن النفس والشح والبخل الموجود في الانسان موجود ان لم يمن الله سبحانه وتعالى على الانسان ويجعله من الايه، من الذين ينفقون في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال له الحقوق كثيره، يعني معنى ذلك ان ايه، لا بعير ولا اي شيء. فقال له الملك كاني اعرفك، يعني انا يعني شكل كده اعرفك يعني. فبعدين يقول له الم تكن ابرص يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله؟ قال لو انا كنت ابرص فين ده؟ فين وبعدين كنت فقير، يعني هل انا كنت فقير في يوم من الايام؟ عامل زي الواحد لما يجي ايطاليا يعني وينسى عهده ايام الفقر وايام المسكنه وايام لم يكن يجد شيئا، وبعدين يقول انا ورثت هذا المال كابرا عن ايه؟ عن كابر. طب لما انت ورثت هذا المال كابر عن كابر، ايه اللي جابك يا عم لايطاليا اساسا؟ وجيت حارب وجيت مسكين وحالتك صعب، وفي الاخير يعني حينما يطلب منك اي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى يقول لك لا 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 ده الحقوق ايه؟ الحقوق كثيره. المهم هذا الابرص قال له لا 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 انا انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ده انا طول عمري وانا غني، وابويا كان غني، وجدي كان، وهكذا يعني. ده انا ورثت هذا المال كابر، ده انا سليل الاغنياء وسليل الايه؟ وسليل الملوك. فالملك طبعا قال له انك ان كنت كاذبا، لو كنت بتكذب يا عم الحاج، ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. ان كنت هتكذب يبقى ايه؟ فصيرك الله الى ايه؟ الى ما كنت، يعني تعود الى الحاله الاولى اللي انت كنت فيها ابرص وفقير وحالتك صعبه. تخيل لو يجي لك ملك ويقول لك لو كنت بتكذب فصيرك الله الى ما كنت عليه قبل ما تجي الايطالي. فقال له فصيرك الله الى ما كنت ان كنت كاذبا. وبعدين اطل اقرع في صورته وهيئته، يعني في صورة الرجل أقرع وفي هيئة رجل فقير أقرع. فقال له مثل ما قال لهذا، والأقرع برضو رد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، وقال له الحقوق كثيرة وكذا وكذا، وأنا ما كنتش فقير في يوم من الأيام، وقال له أنا ورثت هذا المال كابرا عن إيه؟ عن كابر. فقال له الملك كلمتين، إيه؟ إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى إيه؟ إلى ما كنت. يا عم لو أنت بتكذب، لو انت فعلا يعني صادق خلاص ما في، نتمنى لك المزيد، لكن لو كنت بتكذب سيارك الله الى ايه؟ الى ما كنت. وبعدين اتى الاعمى في صورته وهيئته، اتاه الملك، لان الملك ممكن ان يتمثل في شكل رجل. فاتاه الملك في صورته وهيئته، يعني في صوره رجل اعمى وفقير. فقال له رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. أنا فقط شاة إيه؟ واحدة. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الأعمى قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. شوف بقى الفرق بين إنسان يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمد الله ويتذكر أصله، لأن الإنسان لما يتذكر أصله ويتذكر يعني ما كان عليه من قبل فبيحمد الله ويقول الحمد لله والشكر لله وهكذا. فقال له إن كنت بيقول له قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ده يعني مجرد اختبار من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى رضي عنك وسخط على إيه؟ على صاحبيك. وهكذا الإنسان سبحانه من الممكن أن يضعه الله سبحانه وتعالى في أي اختبار من الاختبارات، حتى يختبر الله سبحانه وتعالى إيمانه، حتى يختبر الله عز وجل تضحيته،
كما اختبر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة الأبرص والأقرع والإيه والأعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا.